السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال محلل مصري عن مباراة الجزائر ضد مصر في شهر أكتوبر المقبل. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن رسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إجراء مواجهتين وديتين للخضر شهر أكتوبر المقبل. وذكر موقع الفاف في بيان له أن أشبال الناخب جمال بلماضي سيواجهون منتخب الرأس الأخضر ومنتخب الفراعنة وديا خلال يومي 12 و16 من شهر أكتوبر. وخرج المحلل المصري في البرنامج المعروض على قناة أون تايم سبورتي المصرية وقال رأيه عن المباراة، حيث صرح: نحن سنواجه منتخب الجزائر الذي فاز قبل أسبوع على المنتخب السنغالي بطل إفريقيا في عقر دياره، والذي يعتبر من أقوى المنتخبات في إفريقيا. في هذه الفترة منتخب الجزائر عاد بقوة إلى الميدان. منتخب الجزائر مر بفترة فراغ في الآونة الأخيرة، لكن الآن ها هو بدأ في استرجاع مستواه المعهود بنجومه الكبار. ستكون مباراة صعبة جدا على منتخبنا، نتمنى أن تكون فيها الأخوة والروح الرياضية التي تجمع بين المصريين والجزائريين. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.